رفاقنا ورفيقاتنا الأعزاء، حضورنا الكريم، أسعدتم مساء. أمسيتنا اليوم في موضوع يخص القضية الفلسطينية، ونحن في المنبر التقدمي ونستضيف معنا الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع ضد العدو الصهيوني. يشرفنا أن نستذكر حدثا هاما تناولته جميع وسائل الإعلام بكل فخر واعتزاز، ألا وهو الإفراج عن المناضلة عهد التميمي في يوم 29 يوليو الماضي. أطلق سراح المناضلة الصغيرة، صغيرة في سنها، الكبيرة في نضالها وقوة بأسها. دخلت السجن من أجل صفعة هزت قوى الاحتلال، وقالت عندما خرجت: لست نادمة وأشعر بالفخر لتوصيل رسالة وطن، رسالة شعب. تلك هي صورة من صور العزة والكرامة التي تفتقد إليها الأنظمة العربية المتخاذلة. تحية قوية، تحية حارة معكم إلى المناضلة البطلة أيقونة الحرية عهد التميمي، وتحية لكم أعزائي الحضور ولحضوركم باسمي وباسم المنبر التقدمي. يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذ عبد الرسول عاشور، أمين سر الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع ضد العدو الصهيوني، الذي سيحدثنا عن قانون القومية اليهودية الذي أقر من قبل الكنيسة الإسرائيلية في التاسع عشر من شهر يوليو المنصرم بأغلبية 62 مقابل 58 صوت. قانون القومية اليهودية الذي يصف البلاد بأنها دولة يهودية، وأن لليهود حق فريد في تقرير مصيرهم، وهو قانون عنصري ويجعل من اللغة العبرية اللغة الأساسية للدولة، وقد وصفه أحمد الطيبي نائب في الكنيسة الإسرائيلية بأنه موت الديمقراطية. نحن في المنبر التقدمي نؤكد على تضامنه ووقوفه مع نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني لدحره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. دعونا نستمع إلى الأستاذ عبد الرسول عاشور ليلقي الضوء على البنود الأساسية للقانون، لماذا شرع القانون، وما أهميته وبالنسبة لليهود، وما هي ردود الفعل العربية والعالمية. ليتفضل الأستاذ. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. بادئ ذي بدء أشكر المنبر على إتاحته لهذه الفرصة لي شخصيا ولجمعية مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، وأشكر الحضور الكريم على تعشم حضورهم الذي هو واجب لدعم هذه القضية الفلسطينية وهذا الشعب الفلسطيني المظلوم. كما استفدت الأستاذة وبدأت بتحية المناضلة الكبيرة عهد التميمي التي أصبحت معروفة لدى الأوساط في جميع أنحاء العالم رغم صغر سنها، تستحق كل التقدير وكل الاحترام. نبدأ أولا مع، اسمحوا لي بنص القانون أبدأ به بشكل سريع من غير الدخول في يعني تفريعاته. القانون طبعا أصدر في قانون الدولة اليهودية القومية اليهودية، قانون الدولة في 19 طبعا من يوليو،
11 مادة. المادة الأولى المبادئ الأساسية: أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وله الحق في تقرير المصير، ممارسة حق تقرير المصير حصري للشعب اليهودي. هذه المادة الأولى. المادة الثانية: رموز الدولة، اسم الدولة، علم الدولة، شعار الدولة، النشيد، تفاصيل رموز الدولة تحدد في قانون. المادة الثالثة: عاصمة الدولة، طبعا القدس بأكملها. المادة الرابعة: اللغة العبرية الرسمية، واللغة العربية يعتبرها لها مكانة خاصة. لم الشتات، يعني الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود. المادة السادسة: العلاقة مع الشعب اليهودي، ويقصد الشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم. المادة السابعة: الاستيطان اليهودي، يعني سرقة الأراضي. المادة الثامنة: التقويم الرسمي. المادة التاسعة: يوم الاستقلال. المادة العاشرة: أيام الراحة والعطل. المادة الحادية عشرة: نفاذ القانون. هي بصورة سريعة نص القانون من غير تفريعاته. أمر مرور سريع على الدول والمنظمات التي يعني تفاعلت أو تعاطت مع هذا القانون. الدول تقريبا الدول العربية كلها أدانت، من ضمنها البحرين أيضا أدانت هذا القانون، ومحمود عباس كذلك أدان. الأزهر كذلك أدان، الشيخ الأزهر. في لبنان كذلك الرئيس والمفتي الجمهورية كذلك أدانوا. تركيا، إيران أيضا من دول غير عربية، هناك دول أخرى أيضا أجنبية أدانت هذا القانون. كثير كذلك كثير من المنظمات الدولية أدانوا هذا القانون: البرلمان العربي، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، مجلس التعاون الخليجي، منظمة التعاون الإسلامي، منظمة العفو الدولية، أحزاب أردنية أيضا، وكما أسلفت الأحزاب العربية طبعا. في الصحافة المحلية لاحظت أن أخبار الخليج كان لها يعني الاهتمام الأكبر إذا قارناها بالأيام. الأيام لم تنقل، أنا لم أرى إلا أنها نقلت موقف مجلس الشورى من هذا القانون والموقف التركي. البلاد ما وجدت أي صدى لهذا القانون في جريدة البلاد. صحف سعودية أيضا تناولت هذا الموضوع، صحف مصرية أصلا أيضا تناولت هذا الموضوع. لماذا، سؤال مهم جدا، لماذا الكيان الصهيوني لا يكتب دستور؟ ليس له دستور، بالرغم من أن الدعاءات بأن هذا الكيان ديمقراطي وهو الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، إلا أنه إلى حد هذا اليوم ليس له دستور مكتوب. يعوض بقوانين وقوانين أساسية يعني بدل هذا الدستور، مجموعة قوانين وأحكام، ويعتمد على طبعا الوثيقة الاستقلال، مسمية وثيقة الاستقلال، موقع من 38 شخص من زعماء الصهيونية. هذه الوثيقة الاستقلال تبرر قيام الكيان الصهيوني بثلاث تبريرات. المبرر الأول مبرر تاريخي، بتزييف التاريخ بأن لهم حق في فلسطين. وإذا لاحظنا بأن الكيان الصهيوني يسيطر على الكثير من مراكز الأبحاث العالمية في التاريخ لهدف تزوير التاريخ، له يعني يصب جل اهتمامه بأبحاث التاريخ، بمراكز الأبحاث التاريخية. المبرر الثاني مبرر طبيعي، يقول بأن الشعب اليهودي شعب مثل الشعوب الأخرى، وكل شعب يحق له بناء دولة.
المبرر الثالث مبرر قضائي أو رسمي، وهو بوعد بالفور وقرار التقسيم الصادر للأمم المتحدة. وفي وثيقة الاستقلال أوصت بكتابة الدستور، ولكن إلى حد الآن الدستور لم يكتب. لماذا لم يكتب الدستور للكيان الصهيوني؟ هناك أسباب كثيرة، لأن هذا الكيان كما تعرفون كيان غير طبيعي، ليس دولة كباقي الدول في العالم. كل دولة لها حدود، لها دستور. هذه دولة مصطنعة، ليست لها حدود وليس لها دستور. يعني بمعنى آخر، ليست دولة بالمفهوم السياسي، بالمفهوم العالمي، بالمفهوم الدولي، ليست دولة. فهذا كيان غاصب زرع في هذه المنطقة. هناك الكثير من النقاط تبرر لماذا لا يكتب الدستور. من برر من الصهاينة الذين أتوا بعد التقسيم بأن هذه الدولة قامت، لم تقم على قانون دولي أو على شرعية دولية، وإنما قامت بالحرب، فلا أحد يجبرنا على كتابة الدستور. يعني هم يستفيدون من القوانين الدولية في صالحهم. أخذوا قرار التقسيم من الأمم المتحدة وأعلنوا استقلالهم، ولكن بعد ذلك لا يعترفون بهذا القانون إذا كان في مصلحة للآخرين، للفلسطينيين. مثلا قرار التقسيم كان قرار تقسيم فلسطين إلى جزئين، جزء فلسطيني وجزء إسرائيلي، فلا يعترفون ولا يريدون إقامة دولة فلسطينية في حين أنهم أقاموا دولتهم. فالمبرر الأول لأنهم يعني برروا لماذا لا يكتبون الدستور، لأن إسرائيل لم تقم بقرار من هيئة الأمم، قامت بالحرب بجهدهم العسكري يعني. وهذا اعتراف طبعا غير رسمي، غير يعني منشور ببلطجة هذه الدولة. السبب الثاني بأن وثيقة الاستقلال غير ملزمة، بأن وثيقة الاستقلال كما أسلفت يعني قد طالبت بكتابة الدستور، ولكنهم يقولون بأن هذه الوثيقة، وثيقة الاستقلال، ما يسمى وثيقة الاستقلال، غير ملزمة لهم، لأنها صدرت، لم تصدر من الكنيسة، لم تصدر من برلمان منتخب، فلذلك غير ملزم إلى الدولة أو هذا الكيان. نأتي إلى الأسباب الحقيقية، لماذا لم تكتب أو لم يكتب الكيان الصهيوني دستور. هناك أسباب كثيرة، منها رفض الالتزام بالمواثيق الدولية، لأن عندما يكتب دستور فهذا يستتبع الالتزام بمواثيق دولية، وهذا عكس العقيدة الصهيونية وعكس الاستراتيجية الصهيونية. السبب الثاني ارتكاب الانتهاكات بحرية. عندما يكتب الدستور يجب الالتزام بمواثيق دولية، مواثيق حقوق إنسان مثلا، لابد بأن هذا الدستور إذا كان لدولة عصرية كما نعرف سوف يكتب فيه الحقوق المدنية والسياسية مثلا، وهو لا يريد أن يلزم نفسه بكل هذه الأمور. السبب الثالث أو النقطة الثالثة عدم إعطاء الكنيسة سلطات قد يتعارض مع الصهيونية. يعني حتى الكنيسة ليس له كامل الصلاحية في التشريع. لكي يضمن الكيان الصهيوني عنصريته وظلمه وانحيازه وتمييزه، ربما يأتي زمن من الأوقات ليبراليون، صهاينة، يساريون يغيرون النظرة الصهيونية للدولة
والدولة قائمة على 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 هذا الأساس الصهيوني، التمييز والتمييز العنصري والظلم وإلى وعدم المساواة مع الفلسطينيين. السبب الرابع رفض وضع حدود، لأن عندما يوضع الدستور سوف تحدد الدولة بحدود، وهذا من ضمن الأسباب الذي يرفض الكيان الصهيوني أن يكتب الدستور، وهذا واضح مؤشر واضح على النية للكيان لهذا الكيان بأن حدوده في توسع. كذلك لربما نقطة متشابهة، لا يكتب دستور لكي لا يلتزم بحقوق الفلسطينيين بشتى يعني أنواعها. لا يكتب دستور أيضا لكي لا يكون للجيش دور واضح. هو الكيان يريد أن يطلق يد الجيش، ليس هناك دستور يحدد عمل الجيش ودور الجيش. فتشاهدون عن يعني الجيش يتدخل في الكبيرة والصغيرة في فلسطين. وكذلك هذه نقطة متشابهة، عدم كتابة الدستور يعني يضمن للكيان الصهيوني أن يعربد في حقوق الأقليات ويهدر جميع حقوق الأقليات الأخرى. نقطة مهمة أخرى، عندما يكتب الدستور طبعا سوف يتوقف عن سرقة الأراضي الفلسطينية، ويتوقف عن بناء المستعمرات والمستوطنات، فهذا سبب أيضا مهم. إشكالية تحديد هوية الدولة المزعومة، يعني لما يكتب دستور الدستور سوف يحدد هوية هذه الدولة، وهناك اختلاف طبعا حصل يعني بين السياسيين الأوائل في الكيان الصهيوني، لا يريدون أن يحددوا هوية الدولة، وهناك يعني فئة أخرى من السياسيين يريدون أن تكون الدولة على صورة دولة علمانية واضحة. هذه طبعا أو ربما تكون هذه يعني أهم الأسباب التي تجعل الكيان الصهيوني يتخلى أو لا يكتب دستورا واضحا لكيانه. طبعا قانون الدولة القومية الذي صدر مؤخرا والذي نحن بصدد الحديث عنه واضح بأنه خالي من المساواة الذي ضمنه حتى ميثاق الاستقلال الذي قامت عليه دولة إسرائيل، مخالف لميثاق الاستقلال والقوانين الدولية طبعا بشكل أوضح. عندما نتكلم عن القومية، هذا عنوان الذي أخذه هذا القانون، قانون قومية الدولة اليهودية. عندما نتكلم عن القومية كمفهوم إنساني أو كمفهوم سياسي، قومية معروفة يعني واضحة للجميع، فهناك مثلا قومية عربية تنطوي تحتها أديان، عندنا في الوطن العربي مثلا كمسلمين ومسيحيين وبعض اليهود القلة مثلا، ولكن القومية هي القومية العربية، لا توجد قومية إسلامية أو قومية يهودية أو قومية مسيحية. القومية هي يعني فئة من الناس يشتركون في عناصر معينة، في بقعة جغرافية معينة، في لغة معينة، في
فتطلق هذه القومية عليهم. ولكن أن يأتي أحد ويقول قومية إسلامية أو قومية يهودية هذه بدعة من يعني ما عرفتها الإنسانية، كما هي بدعة هذا الكيان أو وجود هذا الكيان بدعة بدعها الأجانب أو الاستكبار العالمي الغربي ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك القومية اليهودية بدعة من بدع اليهود الذين كانوا يعني دأبهم التحريف. فمفهوم الشعب لا يتماشى مع هذا القانون، مع هذا القانون. شعب يعني دولة كل من يتواجد على هذه الأرض ويعني يحمل يحمل القانون ليتصف بصفة مواطن هو من شعب هذا الوطن أو شعب هذا البلد، فيأتي هذا القانون ويكسر هذا القانون، قانون القومية، ويكسر هذا المفهوم البديهي. هذا مفهوم بديهي لدى الإنسانية ولدى الناس في جميع العالم. ولذلك يعني الكيان الصهيوني يقوم على أساس من المبادئ، على أسس من التحريف والخرافات والتزييف. معروف للجميع بأن الصهاينة يدعون بأنهم شعب الله المختار، وكل البشرية عبيد لهم، ويستطيعون في هذا المجال أن يقتلوا ويستعبدوا ويخربوا ويفسدوا في سبيل السيطرة على الكون. هذا هدفهم، أو هذا الهدف النهائي، السيطرة على الجميع، لا غربيين ولا حلفاء ولا غير حلفاء. هم يريدون أن يستعبدوا الجميع ويسيطروا على الجميع. لذلك نجد فسادهم وانتشار المخدرات وانتشار الألعاب الخطيرة وانتشار الأفكار المنحرفة وتشتيت وتفتيت المجتمعات، يمارسونه في جميع أنحاء العالم. ولكن هنا يعني أود أن ألفت إلى نقطة مهمة جدا، وهي عندما أصدر الكيان الصهيوني هذا القانون، ممن يعني رفضه وأدانه الدول الغربية وعلى رأسهم بريطانيا. ولكن إذا استرجعنا الذاكرة سنجد بأن هذا القانون موجود، أو هذه الألفاظ موجودة وهذه المصطلحات موجودة منذ قبل قيام وإعلان الكيان الصهيوني. فالانتداب البريطاني، صك الانتداب، قد كرر كلمة دولة قومية لليهود أكثر من مرة، وكذلك في نص وعد بلفور تكررت هذه الكلمة، الدولة القومية لليهود، الدولة القومية لليهود. فهذا أمر معلن قبل قيام الكيان الصهيوني، وهذه الجريمة أسس لها وأسست من قبل الدول الغربية، وقبل قيام طبعا الأمم المتحدة منذ عصبة الأمم وقت الانتداب البريطاني كما أسلفت كرر هذه الكلمة. فالجريمة هذه أساسها الغرب، هو من أسس لهذا الكيان، وهو من زرعه وأسس له وهيئ له جميع الأمور. تعرفون بأن بريطانيا في وقت الانتداب تقريبا 28 سنة قد هيئت لقيام هذا الكيان بالتشريعات، هيئت له بوضع القوانين، تسهيل الهجرة من اليهود إلى أرض فلسطين، إعطاء الجنسية لليهود
القادمين لكي يستطيعوا الاستملاك وإعطاء اليهود يعني تقديمهم في إدارة في الإدارات في ذلك الوقت. بعد 21 رجاء تحريكها رقمها 260681. زمان ذكرين بس رقمها 260681. فنقول بأنكم تتباكون أو تدينون هذا القانون، وأنتم من أسستم لهذا الانحراف الفكري والسياسي والإنساني. طبعا هناك قوانين كثيرة سبقت هذا القانون يعني أو تصب في نفس المصب تقريبا، منها قوانين قديمة جدا مثل قانون العودة، قانون العودة يقصد به عودة اليهود، وقانون أملاك الغائبين. هي كلها قوانين يعني تعسفية قديمة، قوانين مؤخرا يعني في التسعينات قانون الجنسية وقوانين رخص البناء، كلها تصب في يعني في ترحيل وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. من ضمن القوانين الذي أصدرها الكيان الصهيوني سنة 1980 وهو قانون يسمى قانون القدس، يعني يدعي بأن القدس هي العاصمة الكاملة إلى الكيان الصهيوني. بعد هذا الإعلان الذي أعلنه، هنا المفارقة كيف اختلف الوضع. بعد أن أعلن الكيان الصهيوني في سنة 1980 بأن القدس عاصمة الكيان، صدر قرار من الأمم المتحدة رقم 478، أذان هذا القانون ودعا جميع الدول الانسحاب من سحب سفاراتها من القدس، وفعلا قامت بسحب السفارات من القدس بشقيها. إذن لماذا شرع هذا القانون في الكيان الصهيوني؟ الكيان الصهيوني يمارس العنصرية، يمارس التمييز منذ تكوينه، منذ عام 48، لا يتوقف عن الاستيطان، لا يتوقف عن التمييز، لا يتوقف عن سرقة الأراضي. واضح التمييز ضد الفلسطينيين حتى في أراضي 67. فلماذا يعني شرعوا هذا القانون؟ الكيان الصهيوني طبعا قام على أساس من الظلم وعلى أساس من التمييز وعلى أساس من العنصرية، وهو يحتاج إلى هذا الظلم ويحتاج إلى هذا الإجرام لاستمرار كيانه. ولكن هناك من اعترضوا من داخل الكيان الصهيوني على سن هذا القانون، ومن ضمنهم وأشهرهم رئيس الكيان الصهيوني روفين روفيلين. هو احتج أو عارض هذا القانون ليس محبة في الديمقراطية أو محبة في العدل، ولكن على ما يبدو يقول من الغباء أن نضع هذا القانون أمام العالم ونعترف على أنفسنا بشكل معلن بأننا عنصريون مميزون إلى آخره. يقول يعني المعنى بأنهم يمارسون جميع العنصرية، يمارسون ما يريدون بتغطية كاملة من العالم، فلا داعي إلى الاعتراف
يعني ظاهرا بشكل يعني معلن، فهذا سبب يعني الواضح إلى معارضتهم لهذا القانون. ويقول بأن هذا القانون سيفضح طبعا الكيان، هناك دوافع لسن هذا القانون أو يعني أمور ربما تكون يعني خلف الستار على ما يقولون. رئيس الوزراء السابق نتنياهو الحالي نتنياهو يقول إن الاعتراف بيهودية إسرائيل عنصر أساسي في عملية السلام، ويؤكد إن أساس النزاع بين الشعب الفلسطيني بين الشعبين هو الرفض العربي ليهودية الدولة وليس احتلال أراضي 67. هذه طبعا قفز على الواقع وتزوير للحقائق. هذا القانون أو ما يشبهه على العموم ليس جديد، لم يصدر في 2018، منذ 2011 هناك كان قانون مشابه لم ينجح تمريره في الكنيسة، في 2014 كذلك تكلم عنه نتنياهو بنفس الاسم قانون الدولة اليهودية، ولكن لم يستطع تمريره في الكنيسة أيضا. في 2014 من المفيد أن نذكر بأن نتنياهو ذكر هذا القانون أو حاول تمرير هذا القانون عند لإجهاض محاولات أوباما لعملية التسوية. كان وزير خارجيته عمل لمدة 8 أشهر تقريبا لعمل تسوية بين فتح الأجواء بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فطبعا بمثل هذا القانون ينسف كل هذه الجهود، فكأنما قنبلة عند هذا الشخص موقوتة يفعلها وقت ما يريد. هذا ربما أحد الأسباب المهمة لهذا القانون. هناك يعني تساؤلات أو أسباب أخرى، من أهمها طبعا موقف ترامب الواضح ومتحيز للكيان الصهيوني. أيضا الكنيسة الإسرائيلية يمر طبعا أو ربما يكون الوقت الحاضر يعني توصل أو الأعضاء الموجودين يمينين لم يسبق لهم يعني أن أصبح في هذا الوضع الكنيسة في الوقت الماضي، فكأنما يكون الوضع أو المريح إلى نتنياهو لتمرير هذا القانون. وفعلا يعني هو مرر بأغلبية بسيطة 62-58. ربما تكون هناك قضايا الفساد ضد نتنياهو فيرمي بهذا القانون لكي يكون بطلا قوميا، والانتخابات طبعا قريبة. الانشقاق الفلسطيني طبعا واضح، الوضع العربي كذلك واضح، حالة الإرهاب في الوطن العربي واضحة، كلها عوامل وأسباب أدت إلى توقيت هذا القانون. كذلك يعني من المخجل للإنسانية أن يمر أو أن يمرر قانون مثل هذا القانون، وخاصة الدول الغربية والدول الكبرى أن يمرر مثل هذا القانون بهذه الأريحية، بهذا الرد يعني الفعل البسيط أو الخجول. يعني تطبيع الجرائم، هذا القانون جريمة وإهانة للبشرية وللإنسانية،
يمرر بكل هذه السهولة وكل هذه السلاسة ولا تجد يعني رد فعل مناسب لهذا لهذا لهذه الجريمة ولهذه الإهانة ضد الإنسانية. نحن نعيش واقعا يعني زمن العجائب، نعيش زمن العجائب نحن واقعا، يعني في الوقت الذي نجد الكيان الصهيوني يعيش في أخطر حالاته العسكرية والأمنية، نجد التطبيع يعني يتسارع من الدول العربية مع الأسف. في 2015 أصدر أحد مراكز الأبحاث الصهيونية بأن التطبيع أو عدم شرعية الكيان الصهيوني والمقاطعة تحتل المركز الرابع ضمن أخطر أربع مخاطر على الكيان الصهيوني. يعني هذا الكيان يحتاج إلى التطبيع حاجة ملحة، يشعر بنقص ويشعر بتخلف وأنه غير منسجم في يعني المنطقة، فهو في حاجة ملحة واستراتيجية إلى التطبيع مع العرب. في هذا الوقت كما أسلفت يمر بظروف يعني أمنية وعسكرية خطيرة جدا تهدد أمنه وحدوده وكيانه تهديدا حقيقيا. في هذا الوقت نجد أن رئيس وزراء الصهيوني زار روسيا 9 مرات في 18 شهر، يعني معدل في كل شهرين مرة. هذه ما شفناها في عالم السياسة ولا في الدبلوماسية، ندل على شيء إنما يدل على أن الإرباك الذي يعيشونه، حالة الخطيرة التي يعيشونها. في هذا الوضع وفي هذه الصورة نجد الواقع معكوس، نجد أن التطبيع من قبل الدول العربية، هذا مؤسف. ما هي خطورة هذا القانون، قانون الدولة القومية؟ خطورته أنه يلغي القوانين الدولية بما يتعلق باحتلال الأراضي. يعني تعرفون بأن المحتل إذا كانت هناك مثلا حرب أو حروب وأحد الأطراف احتل أرضا، فهناك قانون يلزم المحتل أو يلزم المحتل بها. هذا القانون الدولي عند الكيان الصهيوني سوف يلغى أو هو ملغى وقد اعترف بإلغائه. كذلك عند الدعوة أو دعوة اليهود كما نص هذا القانون للقدوم لفلسطين، فإن هذا يسترعي أيضا توطينهم، بمعنى آخر سرقة الأراضي، المزيد من الأراضي لتوطينهم. كذلك إلغاء كافة الحقوق الفلسطينية، واضح بأن القدس قد يعني صرح تصريح واضح بأنها عاصمة للكيان. كذلك حق العودة انتهى، كذلك تقرير المصير للشعب الفلسطيني انتهى. إذا ماذا بقى من فلسطين وماذا بقى للشعب الفلسطيني؟ كذلك لا ننسى بأن الكيان الصهيوني غير معلن الحدود، وهذا يمثل خطورة كبيرة على جميع الدول العربية، فهو لا يعترف بشيء إلا بالأساطير الخرافية التي قام بتزويرها بأن هذا حقه التاريخي وهذا حقه الطبيعي، فيسرق ويأخذ وينهب ويستعمل قوة في السيطرة على جميع الأراضي التي يقرر هو أنها أراضيه. لماذا نحن في زمن العجائب؟
نحن نمتلك المال في المنطقة العربية، نمتلك الأموال، ولكن الأموال هذه الأموال فقط تقريبا 1% مستثمرة في المنطقة العربية. نمتلك الجغرافيا، نمتلك مقومات الوحدة، نمتلك الثروة البشرية، ونمتلك الحق. كل مقومات القوة نمتلكها، إلا أننا في وضع مزري مع الأسف. أريد أن أختم قبل أن أختم، بس أريد بس أستعرض بعض النقاط المهمة، وهي محاور الحرب الذي اعتمدها ولها علاقة بقانون القومية الأخير. هذا محاور الحرب المعتمدة لدى الصهيونية، تفسير 4 محاور، تفسير التاريخ تفسيرا توراتيا مزيفا. طبعا نحن نحترم التوراة ككتاب سماوي، ولكن أقول المزيف، تزييف الذي يعني زيفوه الصهاينة، لأن الصهاينة هم يعني ثلة أو حثالة من المجرمين، استغلوا الدين وزيفوا ما زيفوا لإقامة مشاريعهم. 2، القوة العسكرية خاصة السلاح النووي. 4، التغيير الديموغرافي. 3، التغيير الديموغرافي. 4، إلغاء المرجعية القانونية. هذه الاستراتيجية التي قام عليها الكيان الصهيوني منذ نشوءه. النقطة الأخيرة هي إلغاء المرجعية القانونية. تعرفون بأن الكيان الصهيوني لا يعترف بالقانون الدولي، وأولها قيام دولة فلسطين الذي أعلنته الأمم المتحدة حيث أعلنت تقسيم فلسطين لدولتين. فالآن هذا الأمر جاء تحت بند قانوني، بأن الكيان الصهيوني لا يعترف بالقانون الدولي. الكيان الصهيوني فعل ما يريد ويفعل ما يريد تحت سمع وبصر العالم، وتحت سمع وبصر الأمة العربية والحكومات العربية. ماذا هو المطلوب، أو ما هو المطلوب من الدول العربية في هذا الصدد أو في هذا الوقت؟ ما هي المواقف العربية المطلوبة؟ أولاً، الانسحاب من عملية ما يسمى بالسلام. 2، مطالبة الأمم المتحدة بإدانة هذا القانون وبطلانه، والإدانة غير كافية، يجب أن يصدر قرار من الأمم المتحدة بأن هذا القانون باطل. وطبعا هذا لن يكون، أتصور أنا، هذا واجب الأمم المتحدة، يجب أن تتحرك على هذا القانون تلقائيا، كونها هي الحامية للإنسانية وحامية للحقوق. ولكن يجب على الدول العربية، الحكومات العربية، أن تطالب وتسعى لإصدار قرار الأمم المتحدة بإدانة هذا القانون وبطلانه، كما حصل في 1980 عندما أعلن الكيان الصهيوني بأن القدس عاصمة
صدر بيان من الأمم المتحدة أبطل هذا القانون وسحبت جميع الدول سفاراتها من القدس. رقم ثلاثة، مطالبة الأمم المتحدة بإعادة اعتبار الصهيونية مساوية للعنصرية. هذا القانون الذي ألغي في سنة 1991 بعد احتلال الكويت، ومع الأسف يعني عندما نعيد بالذاكرة إلى احتلال الكويت، لماذا يعني حصل هذا الشيء؟ يعني كأنما لعبة يعني غربية حصلت لإرباك المنطقة لإدخالها وركاعها في حالة جديدة وهي السلام مع الكيان الصهيوني. احتلت العراق من أهم الدول العربية ودمرت ودمر جيشها، واحتلت الكويت كذلك. في هذا الوقت استغلت التمزق العربي، استغلت الحالة العربية المتمزقة لإلغاء هذا الكيان، لإلغاء قانون الصادر من الأمم المتحدة في عام أعتقد 75 أو 71 بأن الصهيونية مساوية للعنصرية. في هذا القانون في عام 91 ألغي مع الأسف. الآن نريد أن أو يجب أن نطالب بإعادة تفعيله بأن الصهيونية هي مساوية للعنصرية على أساس هذا القانون الصادر من الكيان الصهيوني. فهذا القانون، قانون الدولة القومية، دليل واضح ومعلن بأنها دولة عنصرية. يجب أن يصدر قرار بهذا الشأن من الأمم المتحدة. تفعيل المقاطعة من الجامعة العربية ومن الدول العربية ومن البحرين بصورة خاصة، وفتح مكتب المقاطعة الذي كان مفتوحا سابقا، إعادة فتحه. عندما نرجع، هذه يعني أهم المواقف المطلوبة، عندما نرجع إلى الإدانات التي صدرت من الدول العربية أو من جهات عربية، يجب الالتفات إلى نقطة مهمة جدا. الإدانة مهمة ومطلوبة، ولكن لا يجب أن يقف الأمر عند الإدانة وحدها، كما أسلفت، يجب أن ترافقه وتصاحبه قرارات ومواقف. فبعض الإدانات كأنما تريد أن في أحسن حالاتها أن يعني تطالب بالمساواة بين الفلسطينيين والصهاينة، مساواة بين الجزار وبين الضحية، بين الجلاد وبين الضحية. هذا القانون صحيح يجب أن يدان، ولكن لا يجب الوقوف عند الإدانة فقط. هذه مادة دسمة للإعلاميين، للسياسيين. هذا القانون مادة دسمة للسياسيين وكل الإعلاميين، يعني دليل واضح على إرهاب هذه الدولة، على عنصرية هذه الدولة بشكل رسمي. فأصبح الإجرام وأصبحت العنصرية مقننة في هذا العصر أمام منظر ومرأة من المجتمع الدولي. طبعا هذا القانون كافي للانسحاب العرب من عملية السلام. هذا القانون كافي لانسحاب العرب من عملية السلام. لماذا نقول نحن لا نتكلم أو لا نرضى أو لا نعترف بعملية السلام أصلا، والدخول في مفاوضات السلام مع هذا الكيان الغاصب، ولكن نقول لماذا لا تنجح عملية السلام في حدودها التي يؤمن بها أو طالبت بها السلطة الفلسطينية؟ لماذا لا تنجح؟ لماذا غير ناجحة؟ لماذا فاشلة؟ لماذا مستحيلة حتى على المستوى والحدود التي تطالب بها السلطة الفلسطينية؟ لسبب واضح ووجيه، بأن هذا الكيان إذا دخل في عملية سلام واعترف بالفلسطينيين واحترمهم وساواهم
العرب الموجودين في 48 سواهم مع اليهود الموجودين، بشكل طبيعي سوف ينتهي الكيان الصهيوني. تعلمون بأن الحالة الديمغرافية هي لصالح الفلسطينيين. بعد 10 أو 20 أو 30 أو 40 أو 50 سنة سوف ينتهي هذا الكيان الصهيوني إذا اعترف ودخل في مفاوضات السلام. فهو لا يريد مفاوضات السلام إلا التطبيع واحتلال الأراضي والتنسيق الأمني. ويعني خروجه بمظهر الحمامة الوادعة البريئة. أما في الواقع لا يخدم كيانه ولا يخدم يعني أهدافه المعلنة أو الغير معلنة. في فالدخول في عملية السلام تتناقض مع الحركة الصهيونية كما أسلفت، لأنها ستؤدي إلى انهياره من الداخل وتغيير الكنيسة وتغيير القوانين. أكتفي بهذا القدر وأشكركم على حسن الاستماع. نشكر الأستاذ عبد الرسول عاشور على المحاضرة القيمة التي أطلعنا فيها على الكثير من المعلومات، منها الأسباب ودوافع سن هذا القانون، القوانين الجائرة التي جاءت في إطار قانون القومية اليهودية كذلك، وكلها تصب طبعا في مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني، كذلك أسهب في لماذا لم يكتب الكيان الصهيوني دستوره الذي يجب أن يعمل بموجبه، وكذلك المواقف العربية المطلوبة حيال هذا القانون، وكثير من المعلومات القيمة التي أطلعنا عليها والتي تحدث عنها بمرارة. المجال مفتوح للاستفسارات والأسئلة. شنو بنعرض شيء؟ إيه. إذا في أحد يبي يستفسر. المجال مفتوح، من يرغب؟ ما؟ إيه. إيه بس أخواني. هذا هي صور طبعاً ال. هذه صور من خان الأحمر، طبعاً هذه خان الأحمر من أراضي 67، أراضي فلسطينية لا يستطيع العدو أن يدعي بأنها أراضي، ولكن مع أنها أراضي داخلة في أراضي 67، إلا أنه ينتزع أهلها خان الأحمر عرب الجهالين انتزاعاً. هذه تفضل ابو شريف. وين المايك؟ تفضل المايك. مساء الخير جميعا، شكرا للاخوان في المنبر وشكرا للاخ عبد الرسول على المحاضرة والمعلومات القيمة. أنا أحاول أن أربط موضوعين، موضوع ما يسمى بصفقة القرن أو الحل النهائي وموضوع قانون الدولة القومية. الموضوع صفقة القرن أو الحل النهائي ليس إشاعة، هذه مؤامرة موجودة على أجندة الحكومة الأمريكية، على أجندة حكومة ترامب، تستند أساساً إلى الضعف العربي ووجود أطراف عربية مهيئة للخيانة. الصفقة لذلك مهم ربط الاثنين مع بعض. أنا أقول صفقة القرن تقوم على قضية شرعنة الاحتلال، والقانون القومية اليهودية يقوم على شرعنة الاحتلال أيضا.
لإلغاء صفة الاحتلال من جانب، ولذلك تتقاطع مع قانون الدولة القومية اليهودية. تمهيد للصفقة، صفقة الأرنجة من عدة أشكال: إعلان القدس عاصمة لإسرائيل لإخراجها من المفاوضات، الجانب الآخر وقف دعم الأندروا، ومثل ما شفنا قرار الكنيسة الإسرائيلي بقانون الدولة القومية حسب موضوع هوية الأرض، وحول الشعب الفلسطيني إلى مجموعة من البشر بدون أرض ولا حقوق. الصفقة تحاول إذا استبدال الحقوق الفلسطينية بحوافز واستثمارات، وغالبا المال العربي هو المطلوب منه يقوم بتمويل الحوافز والاستثمارات. الصفقة لا تستهدف فقط الفلسطينيين، لكن أيضا تحاول تشكيل الإقليم، تحاول إعادة بناء تحالفات الإقليم وتغيير بوصلة الصراع من بوصلة صراع عربي صهيوني إلى بوصلة علاقة صراع عربي فارسي. هذا الحل النهائي وصفقة القرن يتجاوز كل الحلول السابقة. الحلول السابقة نتذكر يقوم على موضوع دولتين. الآن شرعنة الاحتلال، شرعنة الحق تغيير مصير فقط للشعب اليهودي، يلقي قضية من ناحية العملية قضية حتى حل الدولتين ويشرعن الوضع الحالي. الفلسطينيين طبعا هم بيكونون حجر الزاوية أو حجر عثرة أمام إتمام الصفقة. لا يوجد حتى الآن شريك فلسطيني يقبل بهذه الصفقة، وأكبر قوتين إقليميتين إيران وتركيا ترفضان هذه الصفقة. القانون اللي أصدر في 19 يوليو أصبح القانون الأساسي للكيان. بعض الصهاينة عارضوا مثل ما ذكر أخونا عبد الرسول القانون، لأنه يثبت قضية أو يبعد الشكوك اللي كانت موجودة حول الطبيعة العنصرية للدولة. ليش صدر القانون في هذه الفترة؟ فترة مهيئة لصدور مثل هذا القانون من الناحية العربية من جانب، ومن ناحية إدارة ترامب بالأساس من جانب آخر، لأنه أصبحت شريكة مع حكومة نتنياهو في هذا الموضوع. فالضوء الأخضر جاء من الإدارة الأمريكية وتزامن مع قضية نقل السفارة إلى القدس. القانون العنصري مثل ما ذكر الأخ عبد الرسول لعدة أسباب. أولاً، أرض إسرائيل هي الموطن التاريخي للشعب اليهودي كما يقول القانون. ثانياً، إسرائيل هي الموطن ثالثاً أو خلينا نقول النقطة المهمة الأخرى هي حق تقرير الشعب المصير حصري فقط للشعب اليهودي. فما عاد في قضية حق تقرير المصير، وبالتالي قضية دولتين هي حق تقرير المصير قائم على فكرة، يعني دولتين قائم على فكرة حق تقرير المصير. إذا ما في حق تقرير المصير للشعب اليهودي، وإذا كانت الحدود مغيط، يعني الحدود غير محددة في إسرائيل، ممكن تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وربما تذهب أبعد من ذلك من نيل الفرات، أو تشمل خيبر والمدينة المنورة. لذلك يعني ليس مصادفة عدم تحديد حدود الدولة، لأنه هذا النظام نظام استيطاني توسعي قد يحتاج إلى أنه يوسع حدوده إلى يشمل مناطق عربية أخرى. حصر تقرير المصير في اليهود، طبعا اليوم في داخل فلسطين المحتلة نسبة السكان الفلسطينيين إذا حسبنا الضفة الغربية وقطاع غزة مع عرب فلسطين، في عندنا حوالي 50% نسبة العرب في داخل. حصر تقرير مصير في اليهود هو سلب ل 50% هؤلاء من حقوقهم الوطنية في حالة ضم الضفة الغربية إلى الكيان. عرض مشروع في داخل الكنيسة، عرضوا الكتلة العربية، كتلة البلد فيها الزعبي وحنين الزعبي وآخرين، قدموها كان سموه قانون مضاد، هو القانون دولة لكل مواطنيها. رفض الكنيسة حتى مناقشة القانون، بدل قاو دولة يهودية دولة لكل مواطنيها. القانون طبعا مثل ما ذكر الأخ الرسول يجعل القدس عاصمة موحدة للكيان، واللغة العربية الرسمية، واللغة العربية كان لها وضع رسمي الآن عادت أصبحت لها وضع خاص، وفتح الدولة إلى الهجرة اليهودية، واعتبر بناء المستوطنات موضوع له قيمة وطنية، شرعنا أيضا ب
قضية مستوطنات. أخيرا نحن نقول شنو العبرة بالنسبة لنا العرب؟ أول شيء هذا القانون وخلينا نقول صفقة القرن وما مهد له قضية قطع المساعدات للأنروا، نقل سفارة إلى القدس، كلها أعتقد مجموعة من الأمور مترابطة ممكن تعطي العرب إشارات. أول شيء ما في أفق لحل سياسي ولا حتى لحل الدولتين ولا لمبادرة البادرة العربية مع 2002. حدود دولة إسرائيل أو دولة الكيان يمكن أن تشمل أي دولة عربية، الأردن ممكن تنخذ وممكن تنخذ جزء من المملكة العربية السعودية. لا يمكن الوثوق بإدارة ترامب كوسيط محايد، أثبتت السنتين الماضيتين ذلك. والخيار الأساسي بالنسبة للعرب يبقى أنه تقوية خيار ممانعة وتحويل جهود من حروب إقليمية وحروب بينية إلى بوصلة موجهة تجاه عدو واحد، بوصلة فلسطين. شكرا. تفضل. الشكر إلى المنبر التقدمي على هذه المحاضرة التي يعني أثارت وجددت الفكر الصهيوني العنصري وأعلنته للعالم علنيا. يعني بحث هذا الموضوع واتخاذ مواقف وتشجيع الآخرين على مواقف من هذا القانون مهم جدا في هذه المرحلة. ومحاضرة الأستاذ رسول يعني ألقت الضوء على هذا المشروع، ولكن يعني هو سلسلة بدأتها بريطانيا والدول الاستعمارية في تأسيس هذا الكيان، وهذا الكيان زرع جسم غريب في هذه المنطقة، وقائم هذا الكيان على العدوان وعلى الحرب وعلى إثارة القلاقل في هذه المنطقة وعدم الاستقرار في هذه المنطقة، وأسس هذا الكيان بهالصورة. فلذلك هذا الكيان لا يسعى للسلام ولا يمكن أن يقر السلام، لأن بالسلام انتهاء هذا الكيان العنصري. القانون الذي أصدرت الأمم المتحدة هذا يجب أن نقف معه يعني أمامه، لأن ثبتت عنصرية هذا الكيان، وجاء هذا القانون ليثبت ما هو مثبت في قانون الأمم المتحدة الذي أزيل عام 1991. يعني في بعض بنود هذا القانون العنصرية واضحة جدا، لما يقول إنه اللغة لهذا الكيان هي اللغة اليهودية، واللغة العربية هي يعني مسموح بتداولها للمجنسين. تصور يعني الفلسطينيين اللي عايشين عبر التاريخ في هذه الأرض ومتمسكين في هذه الأرض من أيام ما نزح الفينيقيين من شرق الجزيرة العربية وأسسوا بعض الكيانات الموجودة وحملوا معهم حتى أسماء القرى الموجودة في منطقة شرق الجزيرة العربية إلى فلسطين، ودافعوا عن فلسطين عندما حتى لما جاء الملك داود وسليمان وأسسوا في بعض القرى مملكة اليهود في هذه المنطقة. كانت هناك مقاومة للكنعانيين إلى هذا الكيان الذي أسس، ويعني معروف الغزوات التي تعرضت إليها فلسطين من الرومان إلى اليونانيين إلى الفرس إلى البابليين. هذه الأرض عندما تغزى يفر اليهود منها ويتركون الفلسطينيين الكنعانيين هم الذين يقاومون هذا الغزو. وادعاءهم بأن الهيكل عندما بني في فلسطين المحتلة والبحث عن آثار هذا الهيكل، التاريخ يؤكد بأن الهيكل هدم أكثر من مرة. عندما أعادوا بناءه هدم الدولة الرومانية وأعيد بناءه من جديد بعد ما رجعوا اليهود، أعادوا بناءه وراء أعيد هدمه. وبالإضافة إلى هذا البابليين أخذوا كل اليهود الموجودين في الأرض المحتلة أسرى إلى بابل. وهناك يعني إذا واحد يطلع على المزامير تجد كل القوانين البابلية موجودة على أساس النهي، مكتوبة في المزامير على أساس النهي
هذه يعني من التراث اليهودي، ومن فعلها هو الكهنة اليهوديين، وهذه بدايات تزوير للتاريخ. وحتى يعني ما موجود في مقولات في التوراة، قامت هذه الدولة على ما موجود من خرافات ووهم في الشسمة في التوراة، أنه هذه الأرض هي الأرض الموعودة من الإله، وأنه هذا الشعب هو الشعب المختار، وأنه يعني المميز التي قامت عليها العنصرية. ونعرف إحنا العنصرية التي قامت في ألمانيا شلون دمرت العالم، وهذا موجود، هذا الكيان موجود بعنصرية لتدمير هذا الكيان. المطلوب منا إحنا كشعوب عربية وكدول عربية استمرار محاصرة هذا الكيان حتى إسقاطه، مثل ما حدث إلى الكيان العنصري في جنوب أفريقيا، والعالم كله توحد من أجل إسقاط هذا النظام ونجح، وكذلك بالمقاومة الشعبية التي قادها المرحوم من مانديلا. هذين العنصرين هم الكفيلين بإنهاء هذا الكيان الغريب على هذه المنطقة. فلذلك يعني هذا الكيان موجود ضمن سلسلة متتابعة، كما هي اتفاقية أو وعد بلفور وما جرى إليه من احتلال الإنجليز إلى أرض فلسطين، وتهيئة كل الأجواء للهجرة اليهودية إلى الأرض المحتلة. وكلنا نعرف أنه اليهودية هنا ينطرح موضوع أنه هل اليهودية هي دين أو قومية؟ الإسلام هو دين ولا قومية؟ ما فيه قومية إسلامية، فلذلك اليهود هو دين سماوي مثل الديانات السماوية أو الديانات الأرضية الموجودة في هذا الكيان، وليس واليهود يريدون أن يثبتون أنه شعب يهودي قائم على الديانة اليهودية. ما موجود يعني في العالم قومية اسمها يعني ترتبط بالدين، القومية غير، هناك تراث وتاريخ مشترك إلى الشعوب التي تنتمي إلى قومية معينة، اللغة الموجودة وكل هذا التراث الموجود ما موجود عند اليهود الموجودين في كل بقاع الأرض وجو إلى فلسطين. ما في مشتركات فيما بينهم عدا اللغة اليهودية اللي يجبر كل يهودي من الفلاشة إلى الألماني إلى الروسي عندما يهاجر عليه أن يتعلم هذه الأرض. فلذلك محاصرة هذا الكيان واستمرار المقاطعة ودعم المقاومة الفلسطينية هي الحل الأمثل للتخلص من هذا الكيان العنصري، وإقامة الدولة الديمقراطية الفلسطينية التي تضم كل الأديان وعاصمتها القدس. وشكرا. أبو بدر يتفضل. مشكورين على الكلام اللي سمعناه، يعني وايد واضح والكل فهم شنو نقال. بس أنا عندي مجرد سؤال يعني للكلام للندوة اللي صارت، أبي أسأل يعني تطرقت حق أشياء وايد، خصوصاً الأخ تطرق حق أشياء وايد وإحنا استفدنا منها. بس أنا أبي أعرف يعني الدعم اللي كان أول حق فلسطين كان وايد دعم، سواء يكون من الشارع للمدارس، هذه كلها كان دعم حق الشعب الفلسطيني. بس الدعم القوي اللي كان قبل ما مو موجود الحين، حتى الكل يتكلم يعني يقول لك شاس، قال يعني بقى فتح وحماس، يعني شعب واحد فتح وحماس كلهم في شعب واحد، لكن مو متفقين ذاك الاتفاق. هالكلام على صح وما على غلط، انا بستفسر لان انتم عجبتوني من الاشياء اللي قلتوها، بس ابي افهم حماس وفتح يعني متفقين او مو متفقين؟ هل هم يد واحده؟ شعوب العالم العربيه تفككت بسبب فتح وحماس في صوب من هالشكل شعب فلسطين نزلت هيبته مثل ما كان قبل اول في المدارس، اللي ما عنده يتبرع باللي عنده لاجل شعب فلسطين. الحين شعب فلسطين مو القبلي، لانه صار صوبين فتح وحماس، وهذه هل موجود ام لا؟ شكرا. شكرا ابو بدر.
أحد عنده مداخلة أو استفسار؟ رد. بس شكراً أخ أبو بدر. طبعاً أنا أسلفت بأن من ضمن الأسباب اللي أو التوقيت لهذا القانون الانشقاق الفلسطيني، واضح يعني ما حد يقدر ينكر أن يعني كلامك صحيح 100%. انشقاق كبير جدا، خاصة بين يعني الفصيلين كبيرين حماس وفتح، وهذه المعضلة اللي ما تنحل، صار لها الحين أكثر من 10-12 سنة نسمع بس مصالحات، وحتى في الوقت الحاضر في يعني تدخل من مصر إلى حل الأزمة بين مصر من فتح وحماس، ولكن يبدو أنها لن تفضي إلى نتيجة. شكرا لك أستاذ، وشكرا لحضوركم، نلتقي معكم في ملتقيات أخرى.